بمنحنى خطر تمر صاحبة الجلالة في هذه الآونة، حيث تغير مضمون الصحافة المصرية القومية والحزبية والخاصة على حد سواء كما يرى أصحاب المهنة. إذا نظرنا إلى مجمل ما تقدمه الصحافة المصرية، نقدر نقول أنه فيه مستويين غير هذا المستوى، اللي هي القشرة الصغيرة اللي على السطح دي اللي هي المتميزة، في مستوى ما بين متوسط وعادي، وفي مستوى ما بين ضعيف ومتهافت. والحقيقة أنه إذا نظرنا إلى حالة المجتمع سنجد أنه هذه هي الحالة العامة في المجتمع. أنت أمام صحافة على المستوى المهني شبه يعني متشابهة، ما فيش شخصية، وعلى المستوى التحريري مع ضيق المجال العام كأن بلدوزر ضربها. أول ملحوظة أساسية أنها تصرخ أو مكافئة على أوضاعها الداخلية وتكاد لا تطل على الإقليم ولا على العالم، فهي صحافة محلية. دايماً الفكرة إزاي الإثارة، دايماً تبص تلاقي نفس الطريقة، يجيب لك كل المشاكل في موضوع واحد، يحشرهم يعني يحشرهم من غير ما يدخل بعمق، فيتكلم عن معدل وفيات الأطفال أو الرضع، عن استهلاك المخدرات، عن التسرب من التعليم، وكل ده يحطه في موضوع واحد، لأن الغرض إيه؟ إنه يقطع القلب مش إنه يدي معلومة. وبعدين يقوم شاتم في الحكومة شوية ويعني يبدي تعاطفه مع الناس، وبعدين يسمى ده صحافة. تحقيقات الاستقصائية العميقة، هذا هو ما ينقص الصحافة المصرية ويجعلها صحافة تنتمي إلى عصور مضت وليس إلى عصر. أصحاب مهنة البحث عن المتاعب بعد ثورتين ما زالوا يخوضون معارك ضارية من أجل الاحتفاظ بالصحافة كسلطة رابعة. هناك محاولة لتخويف وربما أقول لإرهاب رؤساء التحرير من خلال اصطياد موضوع هنا، تحقيق هناك، لممارسة ضغوط بأشكال مختلفة عليها بما فيها جرهم إلى التحقيقات في إطار محاولة تقييد حرية الصحافة. في ناس داخل الصحف بعيدا بقى عن شكل الملكية مش من مصلحته إنه يحصل حرية الصحافة، لأنه التوجه بتاعهم والمستوى المهني بيخلي حرية الصحافة شيء خطر عليه. دايما كان في جرار لحرية الصحافة في مصر بيوسع الهامش الحريات، في ممكن ساعات الصحافة الحزبية، ساعات بعض الكتاب. أنا أظن الجرار أضعف شوية دلوقتي. من 2011 لحد النهاردة في 11 صحفي اتقتلوا أثناء تأدية عملهم، ولحد النهاردة لم يقدم المرتكب بالفعل للعدالة. منفذ الصحافة المصرية إلى المستقبل هو ضيق جدا، لكن أهم حاجة فيه هو احترام القرار. مشكلات عدة وأزمات كثيرة تمر بها الصحافة المصرية تتطلب مزيدا من المراجعة من جانب أصحاب المهنة على كافة الأصعدة من أجل الوصول إلى ميثاق شرف مهني يحفظ حق القارئ في المعرفة بالأساس ويحفظ مكانة المهنة وحقوق العاملين بها. بسنت شحاتة، ممكن.